جمع المصباح بالراس يتفوق عليه المهاجم الكوري ثم لفق حليش نبيل بن طلب مجاني طلبها سفيان وصلته سفيان يرجع لمجاني مره ثانيه طويله لاسلام وش متسلل راح اسلام راح اسلام راح اسلام جول التسجيل راح اسلام راح الكره في العمق سليمانيا يفتح مجال التسجيل لصالح المنتخب الجزائري له من اسلام اسم على مسمى اسلام سليمانيا يفتح مجال التسجيل للخضر يفتح مجال التسجيل بعد كره في العمق طويله وممتازه كان مجاني ومرر راح اسلام راح 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 اسلام الكره امامه الكوريون جاء بجنبه يتمكن من فتح مجال التسجيل اسلام القوة والحرارة والإرادة إسلام تفوق على ثنائي المارد الكوري وهو يسجل بيسرى إسلام سليمان يفتح مجال الترجيل للخضر سجلنا في نفس توقيت الهدف اللي سجلناه أمام بلجيكا الدقيقة 26 المنتخب الجزائري يفتح مجال الترجيل أمام كوريا.